طيب اسمحيلي اقول لك، يعني انت عارفه طبعا شخصيه سعد صح؟ ايوه طبعا اكيد. وبنتك برلانتي طلعت وقالت انها ان هو بيهددها ومدمر حياتها، انت مش خايفه على برلانتي من عيشتها معاه؟ لا جالي وقت حقيقي خفت، انا مش هقول لك لا، انا جالي وقت خفت منه، يعني ايه بعد اللي كان اللي عمله والدخله الجامده اللي دخلها معانا، وما كانش فيه اي سبب يعني للحاله اللي هو كان فيها دي. وبعدين لما اعتذر كتير وكده يعني قلت لها يعني سامحي بس حذري، انا بكلمك منتظرة، انا صريحه جدا وشفافه جدا. فاهمه طبعا حضرتك من كلامي. فهو بقى له مداخل، هي حتى لما كل سنه وانت طيبه يا ماما، كل سنه وانت طيبه. هي الدكتوره بس كانت مش مصدقه. متشكره قوي وكل سنه وانت طيبه وربنا يحرسك انت وبنتك يا رب. اللهم امين اللهم امين. ويهدي شيطان سعد. انا مش عندي شيطان، دي خناقه دي، كل الناس بتتخانق لانه واضح ان الشياطين كتير. كل الناس بتتخانق على فكره، مش انا بس بتخانق. هو بيحبها حب عباده استغفر الله العظيم، يعني بصي دي بتاعتي. فاهماني؟ هو بيحبها حب ما يعني ملوش حدود، انا متاكده من دي. ولكن بس ده حب يخوف، اي حاجه زياده في الدنيا تخوف. حضرتك انا سيبنا هدي النفوس. الله هادي ده، انت حالك بتولعيها كده. ما انا عايزاها اقول لها نصيحه. خلاص ما تصحي، انا اقول لها نصيحه. ايوه الله يا دكتور، انا مش بنتها ولا ايه؟ طبعا اتكلم عن نصيحه حضرتك. لا هكمل كلامي مع الحاجه. طبعا اتفضلي. بنتي وقلبي والكبيره بتاعتي دي روحي. عندها كام سنه يا حاجه؟ عندها ماشي من 31. 31 صغيره بنت، هي كانت صغيره. عندها فرق السن كبير ما بينهم. سعد كبير يعني. الله العظيم. ايوه يا حاجه كل سنه وانت طيبه واسفين على ازعاجك. لا لا ده انت منوراني والله، ده انا التليفون منور. الله يخليكي والله، ما مجامله. ورمضان كريم. الله اكرم. مع السلامه. مع السلامه. هدي يا اخويا، هدي اعصابك. بس بتاعت حضرتك انت يعني ما انا مش اسف. هدي اعصابك عشان لسه احنا ما عملناش حاجه، ده اللي جاي تقيل قوي، محتاج انك تهدى. لا ما انا هادي حضرتك، دي مش بتاعت حضرتك انت، حضرتك جايه من انا اسال، مالكيش حاجه تدخلي في حاجات عائليه بقى حضرتك، اتفضلي. يعني دلوقتي بتجوز واحده او بطلق واحده او بطلق. دي مش بتاعت حضرتك بقى.